ونحن نحتفل بالذكرى السنوية زيارة خالد نستلم 35 عاما من الإنجازات المختلفة. وضعينا مستعينا أن تستمر هذه الإنجازات مواكبة لمتطلبات بلادنا خالد الحالية والمستقبلية. تحتضن الرعاية السامية ديال المرشدة وممثل إدارة السلطان هيئة المنطقة المحافظة المحافظة وضعها. الحمد لله على ما تحقق من منجزات مهمة تجاوز صداها الحدود الإقليمية لتعلو باسم الجامعة ومعروس مسلطنة عمان إلى المستويات العالمية. ونرفع أكفنا بالدعاء إليه سبحانه أن يهيئ مزيدا من أسباب التقدم والنجاح بهذا الصرح الشامخ في ظل النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله.